المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحمد شريف يحييكم من الريسات الفضائية المستقلة، ويقدم لكم نشرة الأخبار يستهلها كالمعتاد بالعناوين. مطاردة التجار الإريتريين العاملين بين أسمرة ودبي من قبل نظام هيكدف. المناضل السفير أدحانوم قبر مريم في ذمة الله. رئيس مجموعة هيكدف يخرج إلى الشعب الإريتري بذات الرؤى والتطلعات الشخصية. الإريتريون المقيمون في سياتل ينظمون مسيرة سلمية تنديدا بسياسات الهيكدف. عضو مجلس السيادة يدعو إثيوبيا إلى تخفيف التوتر، وإثيوبيا تطالب الخرطوم بسحب جيشها مما تسميه الأراضي الإثيوبية. والدستورية الكويتية ترفض إبطال الانتخابات البرلمانية. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم مرة ثانية من الريسات، ومن المقدمة إلى تفاصيلها معكم فيها أحمد شريف. تفيد مصادر الريسات بأن إدارة السجن عد أبيتو تفرغت مؤخراً لمطاردة التجار الإريتريين الذين يترددون على دبي بصفة شبه دائمة. كما طالبت إدارة السجن من إدارة الجمارك تزويدها بأسماء التجار لمخالفتهم القوانين. وكانت إدارة السجن قد اعتقلت العديد من هؤلاء التجار في وقت مضى، مما دفع عدد كبير منهم إلى رفع دعاوى تظلم ضد إدارة السجن هناك. توفي في 19 من فبراير الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية المناضل السفير أدحانوم قبر مريم، وقد التحق المناضل الشهيد بالثورة الإريترية عام 1972، حيث غادر مقاعد الدراسة في كلية الحقوق بجامعة أديس أبابا متوجها إلى الميدان مع المناضلين برهاني كرزجهير وبراخي قبر سلاسي وسبحة فريم وغيرهم، حيث انخرط في قوات الثورة الإريترية وناضل في مختلف المواقع من مقاتل إلى قائد فرقة، حتى أصبح عضوا في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ومسؤولا عن قسم التجارة فيها حتى فجر التحرير. بعد ذلك واصل مسيرته النضالية، حيث شغل منصب المدعي العام، وفيما بعد أصبح عضو البرلمان الإريتري المنحل، كما مثل إريتريا سفيرا في كل من نيجيريا والدول الإسكندنافية حتى عام 2001، وهو العام الذي قام فيه النظام القمعي باعتقال مجموعة 15 الإصلاحية التي طالبت بإجراء إصلاحات على سياسة النظام ومحاسبة المتسببين في الحرب العبثية مع إثيوبيا. ومنذ ذلك الحين اتخذ المناضل الشهيد قراراً شجاعاً بالدفاع عن تلك المطالب ورموزها من قادة سياسيين وصحفيين، حتى وافاه الأجل المحتوم في 19 من نوفمبر الجاري، أي عفواً من فبراير الجاري. وإرست إذ تنعي الفقيد ببالغ الأسى والحزن العميقين، تتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرته والشعب الإريتري. مواصلة لمقابلاته السابقة التي اعتادها الشعب الإريتري، لم يأتي قائد مجموعة الهيكدف الإجرامية الدكتاتوري سياس بجديد يعكس تطلعات الشعب الإريتري في العيش الكريم والتنمية وانتشاله من الوضع الاقتصادي المتردي. فقد أكد الاعتقاد السائد بأن الوضع الإريتري الراهن في مؤخرة أولوياته، حيث اتضح للمتابع مدى حرصه وقلقه العميق على إثيوبيا، وأن الشأن الإثيوبي همه أكثر من الشأن الإريتري. ووضح جلياً في المقابلة أن الرجل غير واعي ومدرك لفشله في إدارة الدولة، وحاول الإلصاق تهم الفشل الذي تمر به البلاد على بعض الوزارات على مسؤوليتها، وكأنه ليس رئيساً لها، واصفاً إنجازاتها بأنها صفر، علماً بأنه من أنهى وجود الوزارات كلها، ليس فقط وزارة التجارة التي انتقدها بشدة،
فوزارة الاتصالات أصبحت تدار بشركة 09، بينما خلفت شركة البحر الأحمر وزارة الزراعة. وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أصبحت تدار من مكتب نائي في عد هلو. أما عن أحاديثه عن بلسوى دبرتسون، حاول من خلاله أن يثبت للمشاهد أنه أعلم من الجميع، ولكن المقابلة الأخيرة أثبتت مدى علمه ونجاحه، والعكس صحيح. أنباؤنا هذه تأتيكم من إرسات. نظم الإيرتريون المقيمون في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية مسيرة سلمية في 18 من الشهر الجاري، منددين ومطالبين بإيقاف العبث الذي يقوم به الدكتاتور وأتباعه داخل البلاد وخارجها. وقد حدد المشاركون في المسيرة مقر الجمعية الإيرترية التعاونية في سياتل كنقطة تجمع للانطلاق، ومن ثم انطلقت المسيرة التي رافقتها شرطة المدينة مرددة شعارات تطالب بإيقاف تجاوزات هذه المجموعة، حتى وصلت إلى وسط المدينة حيث مقر الحكومة الفيدرالية. هناك خاطب كل من السيدة جنة برهاني والسيد هبتوم المسيرة وأوصلوا رسالتهم للجهات المعنية بالمدينة. وقد تخلل المسيرة مشاركات شعرية وإلقاء كلمات ذات صلة بالمناسبة. الجدير بالذكر أن المسيرة السلمية هدفت إلى إيصال حجم الاضطهاد والاستعباد الذي يعانيه شعبنا من إدارة مجموعة هدف الإجرامية للعالم بخارجه، أي العالم الخارجي، وأكدت على مواصلة الضغط على النظام لإعادة القوات الإيرترية التي أجبرت على المشاركة في الحرب الأهلية الإثيوبية، بالإضافة إلى تحمل رأس النظام وأتباعه تبعات الجرائم التي وقعت مؤخراً في إقليم تيغراي الإثيوبي. كما طالبت المسيرة بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة اللاجئين الإرتريين في الإقليم المذكور. شارك في المسيرة جمع غفير من الإرتريين المقيمين في سياتل حاملين شعارات باللغة العربية والتيغرينية والإنجليزية. كما نظمت مسيرة مماثلة في أطلانتا في نفس التاريخ وبذات المضامين والأهداف، حيث أوصل المشاركون رسالتهم إلى مسؤول الدائرة القانونية في ولاية جورجيا. تجر الإشارة أن هذه المسيرات تأتي امتداداً للنشاط المقاوم من مجموعة كفاية الإريترية بالولايات المتحدة الأمريكية. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطاء أن بلاده لا تريد إطلاقاً خوض حرب ضد إثيوبيا، داعياً إياها إلى تخفيف التوتر والتفاوض بشأن كل ما ينفع شعبي البلدين الجارين. وفي تصريحات للأناضول قال العطاء: وجه رسالة أخوية صادقة إلى الشعب الإثيوبي وإلى القيادة الإثيوبية بأن تعمل على تخفيف التوتر. وأضاف: نحن كشعب سوداني وحكومة سودانية لا نريد حرباً إطلاقاً مع الجارة الإثيوبية. قال: نريد الجلوس والتفاوض معه في كل المجالات التجارية والاستثمارية وكل ما ينفع الشعبين. وتابع سيادته: الحرب الكل فيها خاسر حتى المنتصر إن كان هناك انتصار. نحن نعلم كما قال تماماً الضغوطات التي تتعرض لها القيادة الإثيوبية من بعض القوميات وأطماع هذه القوميات في الأراضي السودانية. ومنذ اندلاع التوترات بين البلدين شدد أكثر من مسؤول سوداني على أن الخرطوم لا تريد خوض حرب ضد أديس أبابا، ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 من مايو 1902 التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا نيابة عن السودان، فيما ترفض أديس أبابا الاعتراف بتلك الاتفاقية وتطالب بالحوار لحسم الخلافات حول الحدود. ومضى قائلاً: كنا نقدر ذلك، لكن الأمور تطورت وإلى درجة التشكيك بأن هذه الأرض محل تنازع، وأن هذه الأرض قد تكون إثيوبيا أو إثيوبيا، هذا أمر غير مقبول تماماً على حد قوله. وشدد على أن الحكومة السودانية ترحب بكل الاستثمارات الإثيوبية والزراعية والصناعية في عمق الأرض السودانية. نرحب بكم أصدقاء، كما قال، تعلمون وتعملون من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين، لكن الحق حق. من جانبها جددت أديس أبابا مطالبتها الخرطومة بسحب جيشها
مما تقول إنها مناطق إثيوبية سيطر عليها أو تم السيطرة عليها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. أخيراً سيداتي سادتي، قضت المحكمة الدستورية الكويتية أمس الأربعاء رفض الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020، كما قررت تأجيل النطق بالحكم بشأن الطعن المقدم في انتخابات أو انتخاب رئيس مجلس الأمة في 3 مارس آذار المقبل. وكانت المحكمة حجزت الطعون المقدمة بالدائرتين الأولى والرابعة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 برمتها، والدائرة الثالثة المتعلقة ببطلان انتخاب رئيس المجلس للنطق بها في الجلسة التي كانت مقررة أمس الأربعاء. يذكر أن مرزوق الغانم فاز في الانتخابات الماضية للمرة الثالثة برئاسة مجلس الأمة بعد مناقشة قوية مع النائب بدر الحميدي بحصوله على 33 صوتاً مقابل 28 للآخر. وفي 5 ديسمبر كانون الأول الماضي شهدت الكويت انتخابات برلمانية كأول سباق انتخابي في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر أيلول. ومنذ تأسيسها اختصت المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالانتخابات، أي بانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لعام 1973. أيها الإخوة والأخوات، في نهاية النشرة أعود فأقدم العناوين مرة ثانية. مطاردة التجار الإريتريين العاملين بين أسمرة ودبي من قبل نظام هيكدف. المناضل السفير أدحانوم قبر مريم في ذمة الله. رئيس مجموعة هيكدف يخرج إلى الشعب الإريتري بذات الرؤى والتطلعات الشخصية. الإريتريون المقيمون في سياتل ينظمون مسيرة سلمية تنديداً بسياسات الهيكدف. عضو مجلس السيادة يدعو إثيوبيا إلى تخفيف التوتر، وإثيوبيا تطالب الخرطوم بسحب جيشها مما تسميه الأراضي الإثيوبية. والدستورية الكويتية ترفض إبطال الانتخابات البرلمانية. نهاية النشرة. تحياتي لكم في التقديم والتحرير، وتحية خاصة من الزميل الأستاذ إدريس سليمان أبو هاشم الذي دوما يقوم بترجمة وتحرير الأخبار، وأيضا الزميل عود تسفي يوهنس كداني في المونتاج والإخراج. أبدا تحياتنا لكم جميعا وإلى اللقاء.